هلا معكم اختي بنوقف لزيح من مريم العذراء. تشفعي فينا يا عذراء وتحنني على فليباركنا الثالوث الأقدس ويشفي جميع مرضانا ويرحم موتانا باسم الأب آمين والابن آمين والروح القدوس آمين. بيت خالو هو عيلت وقدم بمديلوخ سخدت ملك شمايو نحاسوني خلدا أحتيت لوخ ملك شمايون حاسون الخلدة حتينا
صنخ لترحم عليهم بأصلوتهم. مساء الخير اختي، بنقدم هالذبيحة الإلهية عن نفس المرحوم جريس يوسف معوض من الدمور، متوفى حديثا بلبنان. الراحة الدائمة أعطيه يا رب، ونورك الأزلي فليضيء له، فلتستريح نفسه بسلام برحمة الله والسلام. آمين. يا يسوع الرحوم ارحمه، يا يسوع الرحوم ارحمه، يا يسوع الرحوم ارحمه. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الأخير وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. برغم ربو لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه صورا حصينا لرعيته، ووضعها سقى خلاصا لميراثه، ورفع بها شأن بيعته، وأبهج الشعوب التي آمنت به برحمه ربون. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا اليوم المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من بصليبك الثمين أتممت لنا خلاصا كاملا، وأهلتنا اليوم أن نحيي ذكرى صليب خلاصنا، ها إنا نعيد له بالتسابيح والمدائح هاتفين. تباركت يا عود الصليب المقدس، لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضيين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم، وأنرت الرسل في كرازتهم، وكللت الشهداء بإيمانهم، وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور، أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام، ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بالفضائل كهنتها، نقي شمامستها، اعضد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، سن أيتامها، أعل أراملها، أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم برحمه ربون. فنرفع المجد والشكر إليك ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. عود الصليب أخفاه الشعب الظالم، إيلان الملكات بيانته للعالم، ضاء كالنور العجيب يجلو الديجور القاتل، والبيعة ملء الدنيا تجد الحمد والإكرام، فاديها الرب الحي نجاها من الأصنام. عود الصليب يا فادي نجعله حارسا لبيعتي، لإيماني وسع المعمور، وقيها الشر الرهيب،
الأخي صلوات خريب وليملك فيها الوئام والأمان والسلام تحت أفياء الصليب نشدك مدى Jesus Christ, our Lord, accept these prayers in the fragrance of the incense that we've offered on the feast of the exaltation of your life-giving cross. May its sign always be visible before our eyes to strengthen us, that we may walk with you towards death, then stand at your right hand to celebrate your victory. We glorify you, your Father, and your living Holy Spirit, now and forever. Amen. Let's be upstanding as we pray together. Qadishat anuhu, Qadishat hayal tolu, Qadishat lo moyuto. Itraham alayin, Qadishat Hayal tono qadishat lo yuto Itraham alayin qadishat tayuhu qadishat Hayal tono qadishat lo yuto رب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين يا صليب الأنوار سر فاتن أدهاري منك أسرار فادك النبع الجاري With the sign of your cross, Lord, you ordain your holy priests and they give us the mysteries through the power of your cross. يا صليب أنت مجد كل من يسمو تيها في كلبيعة تصعد نحو الرب فديها فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي وبارك يا سيد المجد لسيد بولس والرسول والتحلم رحم الله على القارئين والسامعين وعلى هذه الرعية وابنائها للأبد يا إخوتي ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين ركضوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع ونقول لكم ما قاله الرب وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين ركضوا لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقاة الرب في الفضاء فنكون كل حين مع الرب فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام والتسبيح لله دائما A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians with your blessing. But we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so that you may not grieve as others do, who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have died.
For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will by no means precede those who have died. For the Lord himself, with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of God's trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Praise be to God always. Hallelujah. مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس تلان عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: اسمعوا مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما زرع في قلبه، وهذا هو الذي زرع على جنب الطريق، أما الذي زرع في الأرض الصخرية فهو الذي يسمع الكلمة وفي الحال يقبلها بفرح، ولكنها لا أصل لها في ذاته، وإنما يثبت إلى حين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يشك، أما الذي زرع بين الشوك فهو الذي يسمع الكلمة ولكن هم هذا الدهر وغرور الغنى يخنقان فيه الكلمة فيبقى بلا ثمار، أما الذي زرع في الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها فيحمل ثمارا ويعطي واحدا 100 وآخر 60 وآخر 30. Jesus said to his disciples, heed then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what is sown in the heart. This is what was sown on the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet such a person has no root, but endures only for a while. And when trouble or persecution arises on account of the word, that person immediately falls away. As for what was sown among the thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the lure of wealth choke the word, and it yields nothing. But as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit, and he yields in one case 100-fold, in another 60, in another 30. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة من أجل كلامه الحي لنا.
blessings through Jesus Christ, our Lord and God. كيف عم خلي كلمة الله تشتغل بحياتي كمسيحي؟ هذا هو مثل الزارع وهذا إنجيل اليوم الأربعاء من الأسبوع السادس بزمن الصليب. هالإنجيل اليوم عم يطلب من كل إنسان تيراجع حياته، تيراجع ضميره، تيشوف كيف هو عايش حياته. في عنا أربع أمثال: العالم اللي متعلقين بالدنيا أو بالمصاري أو بالمغرورين بنفسهم أو مغرورين بغير إشياء، والشخص اللي هو الأرض الجيدة اللي بيعطي ثمار مش لنفسه بس لملكوت الله. وهي الشغلة مرات كتير نحن مش عم نفهمها، وتنفكر بالثمار منصير نفكر أنه أنا هون بدي أعطي ثمار على الأرض، بدي يكون عندي بيوت وسيارات ومصاري وأولاد وكل هالأشياء. مش هودي هني الثمار اللي عم يحكي عنه الإنجيل. ثمار الإنجيل هني كيف أنا بجيب أشخاص لعند الله، كيف أنا بعرف غير عالم على ملكوت الرب، كيف أنا كمسيحي بعطي شهادة مسيحية صالحة من خلال حياتي توصل ملكوت الله للآخرين. هذا الثمار اللي عم يحكي عنه إنجيل اليوم، وهذا الثمار اللي بيحكي عنه يسوع بالإنجيل دايما، اللي نحن مرات كتير كمسيحية مش عم نفهمه، لأنه الثمار نحن لما نعطيه مش لها الأرض، منا نعطي ثمار للسماء. فالأرض اللي عنده الأرض الصالحة، نفسه مثل الأرض الصالحة، بيقدر يعطي هذه الثمار، لأنه بيزرع المحبة والرجاء والإيمان مطرح ما بيكون موجود كمسيحي. والمغرور بنفسه والمغرور بالدنيا أو متعلق بشهوات الأرض ما في يعطي ثمار لملكوت الله، لأنه بس عم بيفكر هون، حاطت مثل الإنسان حاطت أرض راسه بالأرض وبس عم بيفكر شو بدي يطلع منه هون. ومرات كتير كمسيحيين نحن منعيش حياتنا هيك، لأنه عايشين بمجتمع بخلينا ننسى أنه في الله. كل شيء بمجتمعنا اليوم الموجود من التلفزيون للإنترنت لكل هالأشياء موجود تينسينا أول شيء أنه في الله، وتاني شيء تيبعدنا عن الصلاة قد ما فينا. كلهم هودي موجودين تشو يعملوا؟ نحن نبعد أكثر وأكثر عن الله وننسى أنه في سماء. نحن عم نشتغل للسماء مش للأرض، عم نشتغل تنوصل لملكوت الله فوق بالسماء، لأنه الدنيا وحياة الإنسان مثل نقطة مي بالبحر. ليش بتقول يا أبونا مثل نقطة مي بالبحر؟ لأنه نحن عم نشتغل للأبدية. إذا بنفكر بالأبدية قدام حياة الإنسان اللي هي 50 60 70 80 100 سنة، ما في شيء، ما بيبين شيء. فنحن من نوصل للبحر كله اللي هو الأبدية، اللي هو ملكوت الله اللي وعدنا فيه يسوع المسيح، هذا اللي من نوصل له بحياتنا المسيحية. فهالمثل اليوم عم يجي تيوعينا وتيذكرنا نحن حياتنا بدها تكون مثل الأرض الجيدة اللي بتعطي ثمار لملكوت الله. وبهالمثل مجتمعين تنذكر خينا جريس اللي عرف يعيش حياة مسيحية صالحة، رب أربع أولاد، عرف يعيش أيام الإنجيل بحياته، بآخر فترة من حياته حمل الصليب، عرف يحمل الصليب بصبر وبإيمان وبمحبة، لأنه المسيحي مش بس أنه عنده صليب، بده يعرف يحمل صليبه على مثال سيده يسوع المسيح، لأنه يسوع بعلمنا من خلال حياته وألامه كيف نحمل الصليب كمسيحية. فنحن اليوم كمسيحية جايين تنتذكره، وكمان تنعلن إيماننا بالرب اللي آمن الموت، لأنه نحن ما من آمن أنه عنا موت، نحن كمسيحي من آمن أنه منتقل من هالحياة للحياة الأبدية. هونيك منرجع منتلاقى مع بعضنا البعض، وهونيك منعيش هالثمار اللي بلشنا فيها هون على الأرض منكملها هونيك بالسماء، لأنه بتكون كل حياتنا معلقة بالله مش بنفسنا. بهالرجاء وبهالإيمان منعزي عائلة خينا جريس هون بإستراليا وبلبنان، والله يرحمه وتكون نفسه بالسماء مع الأبرار والصديقين. آمين. نؤمن بإله واحد. آمين. رب الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور،
إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوى آفاش جوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم عذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسمية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. إتلوت مدحي دلوه والوت دلوه دم حدي تليود ونفسو غب طيبو توخعو للبيت وسغود بايك لوت كوت شوخ دحل تخمار يا دبر الوقت زادي قوتك آلي صلوا على إيمة المران ألوهن قبيل قربونه نترحم عليهم بأصلوته هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي آتي من حضن الآب قتل العالم قابلاني حضن العذراء الأم من ناطي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المسبح قتل البيع هاليلويا وخبز حياه. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك باسمك القدوس، أجبر عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الذائلة، هم لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية وليدة الله مريم ومار يوسف ومار مارون القديس شربل والقديس رفقة والقديس جريس وجميع القديسين والشهداء. واذكر اللهم أبانا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، خينا جريس لياس معود وجميع موتى العائلة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. في الدسة بنفور مارخوستوس بابا روما the anaphora of Saint Sixtus. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit now and forever. Amen. Holy Father, grant security, peace and everlasting love to your church, that we may raise glory and thanks to you, to your only Son and to your Holy Spirit now and forever. Amen. السلام لك يا مذبح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أخوتي وأخواتي بالرب يسوع. Bye. Bye.
us and make us worthy of the eternal reward reserved for men and women of peace, and we raise glory to you now and forever. Amen. Lord, we offer you these holy mysteries, that through them you may free us from the sufferings caused by sin and enable us to work for justice, that we may raise glory and thanks to you now and forever. Amen. Let's be upstanding for the Eucharistic prayer. محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا اخوتي للابد ومع روحك، لتكن افكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة الى العلا، انها لديك يا الله، لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين، انه لحق وواجب. With heart, mind and tongue we give you thanks, O Father, Son and Holy Spirit. One true God, join spiritually to the invincible choirs and countless ranks of angels. Your faithful people glorify you with them and three times proclaim. Kudusum, 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 anta rabbul kawiyum, ilahus sama. شودي له معبد حي انسى باللحم بيدا وقادشوتو وبارخ وقادش وقصاوية بالتلميدا وكادو مار سابخو المناق الكون هونو دانيتاو فغرو ديل تحلو فيكون وحلو ساقية ما تقساه ما تياب حوصاية حوبي والحاية دلعو لم علمين خانوا عالكوس ودمزغوا من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدا وكادو مار سابشتا ومناك الكون هونو دانيتاو تمودي اللياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشاد وما تياب حوصاية حوبة والحاية دلعو لم علمين وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا
لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب، hear us O Lord. استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون. That by his descent he may make this bread the body of Christ our God. Amen. Make the mixture of this chalice the blood of Christ our God. Amen. May these mysteries, O Lord, allow us to share in them to find joy in your presence, and we raise glory to you now and forever. Amen. Let's be seated for the prayers of the faithful. كن يا رب لبيعتك ورعاتها حسنا منيعا ضد التعليم الضال وعد ابائنا مار فرانسيس بابا روما مر بشارة بطرس بطريرتنا الانطاقي ومر انتوان شرب المترنينة وسائر الأساقف المستقيمين الرأي ليقوما بحياة لا لوم فيها. يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب. يا رب ارحم. O Lord, be a fortification for every city and country that truly believes in you and takes refuge in you. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Lord, help us to bear and ease one another's burdens and to restore each other in a spirit of gentleness and love. By the power of the cross of your Son, Jesus, grant hope and rest to all going through hard times. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Father, we pray for the people of Lebanon, especially those impacted by the Beirut explosion. May your healing love descend upon them and grant them courage, faith, and hope to alleviate their deep sufferings. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. O God, O Lord, reward those who do good. Free those bound by hardship. Liberate the poor. Visit those who are dejected, distressed, and weary. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Lord, we pray for all our faithful departed, especially our Mejiris, who lived like the wise bridesmaids, awake and awaiting for your second coming. Grant them eternal rest. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. كن يا رب غافلا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، خاصة خينا جليس، فإذا خلصنا من الموت نجونا من الجحيم، ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد، الذي نرجو بواسطتنا ولا المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى، واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك للتنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن
هكذا يكون إلى الأبد. آمين. إلهي هذا شعار فداء العالم، فيه الفرح وفيه الحق وفيه سلام القلب. إلهي رفعت إليك يدي حاملتين الجسد قبله، الكأس تبارك فيها الدم. يا قربانا شهيا قربا عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار بنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب كنا بمرابك رحمك بخورا، فتقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. As beloved children of our Heavenly Father, let us pray in the words that our Savior taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، لمن يتناوله وقبل البركة من الرب. O Lord, may your graces, your blessings, and all your divine gifts descend in abundance on your church, your parishes, monasteries, and convents, that we may raise glory to you now and forever. Amen. نعمت الثالوث الأقدس الأذن المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة، آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنعم نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. قال الرب إني أنا الخبز المحيي، من يأكلني بالإيمان يعطى الحياة. هذا الكأس دم الفادي فوق العود، فاشربوا يا أحبة، هيا نالوا السر الحي يا رب الحياة. يا قدوسا قد أعطانا الجسم الحي، دم المحيي فيه نعطى سر الغفران. هاليلويا وهاليلويا، من أعطانا الإثم الحي الدم المحيي.
القربان الحي المحيي يوم نلقى الرب الديان. هاليلويا وهاليلويا ما أسماها كأس النعمة كأس الفدي طول والعطشان. حدادك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياة. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي فسرت بهديك في دربي وبظما المشتاق لمنهلك صافي العذب أروي به أمنياتي. حدادك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي يشرف معنى حياتي. Let's be upstanding for the blessing after Holy Communion. أيضا وأيضا بك يا ربنا اعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. Let's be seated for thanksgiving. حياتي هي المسيح والموت ربح لي فما حياتي هي المسيح والموت ربح لي فما أحلاك يا موت ما أحلاك يا موت حين أكون مع Holy Father, a mouth accustomed to earthly food, give you thanks for your grace that has made us worthy of this heavenly food, the body and blood of your only Son. Through him and with him, glory, power, and honor are due to you and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. As-salamu li jami'ikum. Wa ruhika. Ayuha al-Masih al-Khubz al-Samawi, ya man tanazalta fasurta lana ma'kalan ghayra fanin. لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تنطفئ في مجيئك الثاني فنرفع المجد والشكر إليك وليابيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. أخوتي عائلة خينا جريس بشكر الجميع اللي يشاركون اليوم بالقداس مثل وأنه الله يجركم بالأفراح. هلا بعد صلاة شهر البخور لازم حبينا نعزي العائلة نجي من هالمال نطلع من هالمال. هلا بنوقف للبركة الأخيرة. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الذال والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب آمين والابن آمين
والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. نفحات العطر العذب عن أرواح موتانا ترجو منك يا ربي عنه رضوانا. بالخبز الحي اقتاتوا واجتازوا دنيا الشاقة للمجد التي باتوا في مأثوى الرجاء. ما أشهى موت الأبرار أسرار ما أغناها آمال ما أغناها غفو في الأنوار ما لم تبصره عين ما لم تسمعه إذن ما لم يدركه ذهن يعطى للأبرار. إن جاء الحي الرب نادى بالموتى هبوا من جوف الأرض قاموا للحكم قاموا من في البر قد لاح غنى الشكر وارتاح في غمر الأنوار الحي نورا فيه حي. اسحاقوا لفى أبرام ملكيا بالأكفال والبعث سر ظالم من أولى أذهاني. موسى قد هزته النار والله منها نادى الصديقون الأبرار يحيون لله. صلوات العذراء سور لنا بارخمور فلك بانت في البعد يغنيها كنز الوعد يحدوها موج الينبي والكنز ينبي. أنت الفلك يا مريم يسوع الكنز الأعظم منه أشبعت المعمر حياة ونور. يا أبرار في القضاء الحكام أدهشتم ذللتم ركن الظلم والشر دستم غادرتم كور التعذيب كالإبريز في الناقة غنات ذكراكم تطوب أرض وسماء. أعطي الموت الراحة لك المجد بارخمار نحيي ذكر الأنبياء والرسل والصديق والأبطال الشهداء فخر الظافرين. اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة والموتى بالقديس اجمعهم آمين. يا ابن الله بين الأبرار بالألان والإرحام واقبل هذا ابنك طول الأزهار. يا من تحيي ميتا وراء التراب اقبل منا هذه الصلاة عن من غابوا. يا من ذاق الموت القاسي كالإنسان أبعيد عنا مر الكاسي موت الثاني عظم وارفع ذكر العذراء والقديس الجد وارحمنا طيب ذكرى الموتى آمين. يا رب
رب استمع صلاتنا وصراخنا إليك يا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام أمين. السلام لجميعكم ومع روحك. فلنصلي أبانا والسلام برحمة نفس أخينا جريس المنتقل من بيننا. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا. آمين. الراحة الدائمة أعطه يا رب، ونورك الأزلي فليدي له، فلتسرح نفسه بسلام برحمة الله والسلام. آمين. يا يسوع الرحوم ارحمه، يا يسوع الرحوم ارحمه، يا يسوع الرحوم ارحمه، الله يرحمه ولا يشركم. أنت الشافي